سلام حبيبتي، نتمنى تكونوا بخير على خير. حبيب مشاركة نقول اهلا وسهلا بكم معنا. بلا مسا المشاركات اللي معايا حبيبتي، نقول لهم راكم منوريني. هنا حبيبتي عندي رجاء منكم انكم قبل ما نبدا معكم الوصفه، انا راح ندير معكم خبز الدار يعني سائل ويجي خفيف وهشوش. يعني قبل ما نطرقوا المكونات تاعو، عندي رجاء منكم حبيبتي انكم تعملوا لايك للفيديو باش يستفادوا منه اكثر عدد، وراني نستنى في تعليقاتكم وارائكم. المكونات نحتاجوهم في خبز الدار تاعنا هذا، نحتاجو حبه بيض، زوج مغارف سكر، كاس تاع حليب دافي، زوج مغارف خميره فوريه، فرينه 200 غرام يعني حاول باش تلمي العجينه تاعك برك، وعندي مغرفه صغيره تاع ملح، وعندي ربع كاس تاع زيت. انا هنا زيت راني فرغتو في اليان تاعي. درك ندير الكاس تاع الحليب دافي مع الخميره، زوج مغارف خميره وشويه سكر، ونخليهم يتفاعلوا، والسكر الاخر نديرو في الزيت ونكمل معاكم مع البيض ونكمل. هنا حبوباتي يعني درت المغرفه كبيره تاع خميره مع مغرفه تاع سكر مع كاس تاع حليب وخليتهم يتفاعلوا. هنا درت ربع كاس تاع زيت، ودرت معاه حبه بيض، ودرت معاه المغرفه الاخرى تاع السكر اللي بقات، والفرينه هنا راني درت لها الملح يعني باش طول الفراغ، باسكو انا الفرينه تاعي راهي مغربله. دوك هنا يتفاعلت لي الخميره تاعي، نضيفها للخليط. كما راكم تلاحظوا ونخلط جيدا. صدقوني هذا الخبز يجي خفيف هايل وما يحكملكش ديك تما فمسم ديريه. انا يعني نشتي ندير خبز الدار في العيد يعني باش نخرج منه في الصباح. كما راكم تلاحظوا نحس الخليط تاعي جانس كامل مع بعض. نبدا نضيف في الفرينه تاعي اللي كنت درت لها مغرفه صغيره تاع ملح بهذه الطريقه، ونعجن الخليط تاعي. نتحصل على خليط يكون يعني شبيه لتاع الكيك، بصح هو يجي شوي ثقيل عليه، ما يجيش كيما تاع الكيك خفيف. انا كمان نوسي العجين تاعي ومن بعد نرجع. هاوليك الخليط اللي تحصلت عليه وتكون مشبه تاع الكيك بصح يكون شويه ثقيل عليه. هنا درك نخليه يرتاح، نغطيه نخليه يرتاح 15 دقيقه. وهنا في هذه الاثناء درك نروح نشعل الفور تاعي باش نكملوا مع بعض. هنا بعد ما فاتت 15 دقيقه هاوليكم الخبز تاعي كسر. هنا جبت البلا تاعي دهنتو بالزيت ورشيتو بالفرينه، نفرغ الخبز تاعي يعني العجين تاعي في البلا. هنا بعد ما فرغت العجين تاعي في البلا، المغرفه تاعي درت فيها شويه زيت باش تسهل عليا المهمه تاع وضع العجين يعني جيدا في البلا يعني في الصينيه تاع الفرن. انا درك نعدلها مليح ونرجع لكم. هنا بعد ما كملت سويت العجين تاعي مليح في البلا، هنا دهنتو بصفار البيض وشويه تاع حليب، ودرت له سينوج من فوق كما راكم تلاحظوا. دوك نخليه 30 دقيقه ومن بعد ندخلو للفرن. خليه يزيد خمر 30 دقيقه ومن بعد ذلك ندخلو للفرن باش يطيب. بعدين نوريكم شكلو. هاوليكم الخبز تاعي هذا ونخرجته من الفرن كما راكم تلاحظوه مازال سخون. دوك انا نخليه يبرد ومن بعد نقطعو ونوريكم شكلو النهائي. هاوليكم بعد ما برد وقطعته، هاوليكم شكلو النهائي، جاي يسخف وهشوش وطري كما راكم تلاحظوا. هاوليكم اتمنى الصوره تكون واضحه. هاوليكم هاو كيفاش راه، صدقوني يعني ثم يوجد ويجي هايل، خاصه يعني المبتدئات اللي ما يعرفوش يديروا خبز دار يعني نتمنى يجربوا هذا خبز دار، والله صدقوني راح ينجح لهم وراح يعجبهم يعني. هاوليكم شكله النهائي. انا دوك نغطيه ونخليه يبرد مليح. كان هذا هو خبز الدار السائل تاعي اللي درته.
هاوليكم كيفاش جا، هاوليكم كيفاش طاب من تحت، هاو من فوق. هذا هو الشكل النهائي. هاي لكم هاو لكم هذا هو خبز دار السائل تاعي، يعني يوجد ثمثم ومكوناته بسيطة. كان هذا الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ديروا لي جيم كي العاده، اذا كنتم مرات تاع القناه ادعوكم الاشتراك بها، وانتظروا فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيت ما تنساوش ديروا لايك للفيديو باش يستفادوا منه ناس بزاف، وانا نستنى في ارائكم وتعليقاتكم. انتظروا فيديو اخر ان شاء الله.